تمسك فين قلادة مارسيلينا السحرية ويقول لجيك هيا اتركنا الآن. وبعدما يترك جيك فين، يقوم فين بارتداء القلادة والتحول إلى هانسن أبادي. في الفيديو السابق الخاص بالنيتوسفير رأينا ولأول مرة النيتوسفير بالداخل في وقت المغامرة، ورأينا أن هانسن أبادير قد سيطر على ابنته مارسلين وحولها إلى شيطان. وفين وجيك عادوا إلى بيت الشجرة واتفقوا على أن يسترجعوا مارسلين. فاليوم سنعرف ماذا حدث لمارسلين وماذا فعل فين وجيك. فإذا لم تشاهد الفيديو السابق شاهده، وإذا شاهدته وأتيت هنا بدون اشتراك فماذا تنتظر؟ ها؟ أخبرني ماذا تنتظر؟ أوكي، ليتس جو. بعدما وصل فين وجيك إلى بيت الشجرة وأغلقت مارسلين بوابة الزمن، قال فين لجيك يجب أن نجد مارسلين ونساعدها. ولكن قال له جيك يجب أن أستحم أولا ثم نتصرف في موضوع مارسلين. وبعدها نرى فين وجيك قد دخلوا بطريقة ما إلى عالم النيتوسفير، وسأعرفكم ما هي الطريقة لاحقا. ونرى أنهم في قبضة مارسلين، ويقوم جيك بالدفاع عن نفسه وتحويل يده إلى شوك وغرس الشوكة في أعين مارسلين. وبعدها يطير فين وجي ويدخلون من باب ما يشبه مارسلين، ومن هذا الكهف يدخلوا مرة واحدة إلى منزل مارسلين ويجدوا هانسن أبادير، وكان يبحث عن وجبة ليلية. فيقول له فين ساعد ابنتك، ابنتك قد فقدت السيطرة. فيقول له هانسن أبادير أنا مسرور إن ابنتي ستسلق الضرب الذي أسلقه، لا تقلقوا بشأنها. فيقول له فين كيف لا أقلق وهي تتصرف بجنون. فيقول له هانسن أبادير هذا ما أنا عليه، وأنا أريدها أن تسلك هذا الطريق، تفضلوا العشاء إنها وجبة ليلية. فيقول له فين ألست قلق بشأن ابنتك؟ فيقول له هانسن أبادير لا. ويأكل هانسن أبادير، ويقوم فين برمي السندوتش على الأرض. ويذهب فين وجيك إلى مارسلين مرة أخرى ويحاولون أن يجدوا حلاً. بعدما يذهب فين وجيك إلى مارسلين مرة أخرى، يقول فين وجيك يجب أن نشتت انتباه الشياطين ليأخذونا إلى مارسلين. فيظهر على الشياطين التعب وإنهم يريدون علاج ما، وهذا العلاج كان يعطيه إليهم هانسن أبادي أو شيء ما. فيقول جيك أنا عندي الحل يا فين. ويقوم فين وجيك بالغناء أغاني صاخبة وتنظر إليهم كل الشياطين، ويظهر إنهم سعيدين بما يفعله فين وجيك. فيذهبون إلى فين وجيك وفين يقول يجب أن تأخذونا إلى هانسن أبادير. فيفرح جميع الشياطين ويحملون فين وجيك إلى هانسن أبادير. وبعدها يقوم فين بلزع قلادة مارسلين، وعندما ينزع القلادة يتحول جسد مارسلين بكامل إلى عفن أسود، ويقوم فين بالإمساك بمارسلين وإنقاذها أخيرا. ويظهر مشهد في منتهى القرف إن تلك الشياطين يقومون بأكل تلك المادة السوداء. يا للقرف. وبعدها يقول فين ارميني يا جيك. فيقول له جيك أنت مجنون يا صديقي، وتظهر بأن الشياطين تقوم بأكل قدم جيك. فيمسك فين قلادة مارسلين السحرية ويقول لجيك هيا اتركنا الآن. وبعدما يترك جيك فين، يقوم فين بارتداء القلادة والتحول إلى هانسن أبادير. ويدخل هانسن أبادير من الغرفة الخاصة بمارسلين وهو يشرب اللبن، ويرى أن فين تحول إلى هيئته. ويمسك فين جيك ويقوم بإيصاله لبيت الشجرة، ويقوم فين بالزمجرة في وجه الشياطين وتهرب كل الشياطين منه. وعندما تستيقظ مارسلين تجد فين يقول لمارسلين لا أحد يغادر النيتوسفير، ويقوم بسحب مارسلين ويخاف جي. ولكن يقوم هانسن أبادير بنزع تلك القلادة من فين، ويقوم برمي فين بعيدا من النيتوسفير. وتقول مارسلين لأبيها هل ضحكت علي مرة أخرى؟ فيقول لها كنت أمزح معك فقط يا مارسلين. فيقول له جيك هذا ليس من الأدب يا رجل. فتقول له مارسلين لماذا فعلت ذلك؟ فيقول لها هانسن أبادير أنا آسف، ولكن يعجبني صديقك فين. فتخجل مارسلين وتقوم بغلق بوابة النيتوسفير وتقول يا للهول أبي معجب بك يا فين. ويظهر على فين علامات المس الشيطاني وإنه لا يستطيع أن يلتقط أنفاسه. وهكذا انتهت الحلقة وينقص جزء واحد فقط. في بداية الحلقة يكون فين عند مارسلين، وتتكلم مارسلين عن إنها لم ترى والدها منذ مدة كبيرة.
فيقول لها فين لماذا لا نذهب لتريه يا مارسيلين. فتقول له مارسيلين إنه مزعج يا فين وأنا لا أطيقه. ولكن يحاول فين أن يجذبها بالموسيقى وتسمعها تتألم من الأفعال التي كان يفعلها والدها معها، ويقول لها كيف يمكننا أن نجلبه يا مارسيلين. فتبدأ مارسيلين بالتكلم عن والدها وعن الطريقة التي يمكنه أن يدخل بها إلى النيتوسفير، ويجلس فين ويترقب كل كلمة تقولها مارسيلين. وتقول مارسيلين إننا من الممكن أن ندخل النيتوسفير عن طريق رسم وجه مبتسم على الحائط، ويقوم فين برسمه، وتقول بسكب اللبن عليه، ويقوم فين بسكب اللبن على الوجه، وتفتح بوابة النيتوسفير ويتكون هانسن أباديت. وتقول مارسيلين لفين ماذا فعل؟ لماذا جلبت أبي؟ وتخجل مارسيلين. ويقول هانسن أبادير لفين لماذا تضايقها؟ ولكن يقول له فين أنا صديقها، أنا شخص طيب. فيمسكه هانسن أبادير ويقول طيب، ويقوم بمص روحه. فيقول له فين ماذا تفعل؟ اتركني وشأني. فيقول له هانسن أبادير أنا أقوم بامتصاص روحه. وهكذا انتهت رحلة النيتوسفير. لا تنسوا اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.